بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.